او للسكرين يعني. ونبدأ نكمل الفايل دوت. احنا كنا اخر حاجة قلناها يعني مفهوم analog signal، مفهوم analog signal هل قلناه ولا حد يفكرني لو سمحت؟ يعني لو احنا قلناها حد يقول analog signal يعني ايه؟ هل احنا قلنا؟ طيب تعالى ناخد مثال يوضح يعني ايه analog signal. احنا هنا الحقيقة وصلت الى ان يبقى في عندي مايكروسوفت وايت بورد ومعايا قلم بحيث اكتب كما لو كنت بكتب على السبورد. فاحنا ناخد مثال توضيحي نرسمه كده مع بعض، نشوفه مع بعض كده بالشكل ده. ده تانك وده ليفل مستوى السائل، في عندي فلو داخل فلو ريت اف ان وبنسحب من التانك بفلو ريت اف اوت. هل الرسمه كده واضحه عندكم يا جماعه؟ حد يرد عليا؟ اه يا دكتور. احنا عندنا الرمز ده بيرمز ليه؟ او الشكل ده بيرمز ليه؟ ليه الكتريكال هيتر؟ يعني ده رمز الكتريكال هيتر. وعندنا الرمز ده بيرمز لستيرر اللي هو بيقلب المية عشان او السائل اللي جوه ده عشان يكون متجانس. واحنا يعني مع التسخين عايزين عند الاوتلت درجة الحرارة نشوفها مع الزمن شكلها ازاي او نبدأ ان احنا نتحكم فيه. فاحنا عند المنطقة بتاعت الاوتلت دي ممكن نحط مكون كده هنا، اوكي، وليه طرفين. هذا المكون بنسميه RTD. يعني احنا عندنا مصطلح RTD. RTD اختصار ايه؟ حد سمعنا؟ يعني حد برضو يبقى عنده الجرأة ان يفتح المايك يا جماعة ويرد عشان نبقى حاسين ان احنا مع بعض. يعني RTD، حد سمع عن الاختصار RTD؟ لا بصراحة. لا ما يعني RTD هنا اختصار ل Resistance Temperature Detector. لو تكتب عندك في ورقة خارجية Resistance Temperature Detector. احنا عندنا المقاومة الكهربية احنا طبعا كلنا نعرفها او نسمع عنها يعني. ولما نيجي نتكلم على دوائر كهربية او حتى دوائر الكترونية بيبقى فيها مقاومات كهربية. المقاومة الكهربية مثلا لو هي 5 كيلو اوم بنستخدمها في الدائرة الكهربية. لما الدائرة الكهربية بتشتغل في تيار كهربي بيمر فيها، صح ولا لا؟ فبيبقى في تسخين لهذه المقاومة. التسخين ده معناها ان درجة الحرارة للوسط المحيط بهذه المقاومة بتزيد. هل المقاومة بقيمة مقاومة بتفضل ثابتة ولا بتتغير؟ يعني ده سؤال يا جماعة محتاج رد عشان نكون مع بعض. يعني المقاومة لما التيار الكهربي بيمر فيها وبتسخن هي نفسها، هل قيمة المقاومة بتاعتها بتتغير ولا بتفضل ثابتة؟ بتتغير يا دكتور. هي بتتغير. الريزستيفيتي نفسها ايه؟ يعني كبروبرتي للماتيريال ثابتة، لكن الريزيستنس نفسها هتتغير. طيب تتغير ده معناها ان الدايرة الكهربية الوظيفة بتاعتها بتتغير، صح ولا لا؟ ويعني كده الحسابات بتاعتنا كقيم مقاومات طالما بتتغير اثناء مرور التيار الكهربي يبقى الدايره الكهربيه ككل الوظيفه بتاعتها برضو بتتاثر اكيد، صح؟ لكن هم بيراعوا طبعا اثناء تصنيع المقاومه الكهربيه ان قيمتها تتغير بشكل طفيف، يعني ايه؟ يعني غير مؤثر قوي. هو بيؤثر اي نعم على functioning of the electric او electronic circuits ولكن مش بشكل ايه يعني ملحوظ. لكن الـ RTD الحقيقة هي مقاومة بشكل متعمد intentional، يعني بتتغير قيمة المقاومة بتاعتها بشكل ملحوظ مع تغير درجة الحرارة، تمام؟ فإحنا ممكن نتكلم عن الكيرف اللي هو بالشكل ده.
لوصف العلاقة ما بين التمبريتشر اللي هي موجودة انسايد أو درجة حرارة السائل نفسها والمقاومة بتاعة المكون ده اللي هي هنسميها RT اللي هي يعني المقاومة المقابلة للتمبريتشر. فمع زيادة التمبريتشر المقاومة نفسها بتزيد والعكس بالعكس. احنا نتمنى ان العلاقات ما بين الفاريبلز دي تكون ايه؟ تكون لينير. يعني فاحنا لو تصورنا ان العلاقة لينير بالشكل ده، ده خط مستقيم كده، فده معناه ان درجة الحرارة بتتغير مع التمبريتشر وبيكون بشكل متعمد بشكل ملحوظ زي ما احنا اتفقنا. طيب احنا لما نيجي مثلا ناخد طرفي المقاومة دي، طبعا بيبقى فيه هنا شيلد بحيث ما تتأثرش بالسائل، في غلاف محكم كده بحيث يحافظ على المقاومة. لما نيجي نحط مثلا دايرة كهربية بالشكل البسيط ده، هنا عندنا مقاومة وعندنا الطرفين دول اهم، ونحط هنا سبلاي كونستانت دي سي سبلاي مقداره في كابيتال، وما بين الطرفين دول نحط المقاومة دي. تمام، واخد فولتج من ما بين الطرفين دول هنسميه في اوت. فالدايره دي هي نفسها ممكن بقى بشكل يعني سيمبوليك اكتر نبص لها ان هي بالشكل ده، يبقى هنا في في وهنا في في اوت، وهنا المقاومه ار وهنا المقاومه ار كونستانت او فيكسد يعني ريزيستنس، ودي فاريبل ريزيستنس. يبقى المقاومة دي سيمبل للمقاومة بتاعت الـ RT. هل واضحة دي كده؟ يبقى احنا عندنا هنا دي RT variable resistance باعتبار ان الـ variation بتاعها بيتناسب proportional يعني linearly مع الـ temperature زي ما احنا شايفين. طيب العلاقة دي الحقيقة، هل طب سؤال يا جماعة، هل الـ resistance دي تعتبر physical variable؟ حد يجاوب لو سمحت. ليه بقى قلت عشان ما تتغير مع التمبريتشر يعني، علشان هي كوانتيتي فيزيكال كوانتيتي، لا عشان هي فيزيكال كوانتيتي بتتغير مع التايم، ده تعريف الفيزيكال سيجنال فاكرين. فالاخ اللي قال ده يديني اسم لو سمحت. عمار ياسر. عمار ياسر، تمام اوكي. ففعلا هي فيزيكال ايه فاريبل. الفيزيكال فاريبل ده يعني احنا عندنا حاجة اسمها بلوك دايجرام ريبريزنتيشن، كنت نوهت عنها ان يبقى في عندنا بلوك يمثل the component صح، او بلوك يمثل the subsystem. ايه الانبوت وايه الاوتبوت in بلوك دايجرام ريبريزنتيشن؟ بتكون signals في البلوك دايجرام نوتيشن زي ما احنا برضو هنبقى ندخل في التفصيل في الجزء ده، بتكون الانبوتس والاوتبوتس بتكون signals سواء physical signals او سواء electrical signals. فاحنا لو بصينا للار تي دي اللي هو المقاومه دي از ا بلوك، هيبقى ايه اللي داخل له وايه اللي خارج منه؟ يعني هنا ار تي دي از ا كومبوننت بلوك دايجرام ريبريزنتيشن، ايه الانبوت ليه وايه الاوتبوت منه؟ حد يقول لي بسرعه كده. انا عايز حد يتكلم حتى لو غلط يا جماعه عشان يبقى في انتر اكشن مع بعض. عايز يا دكتور بس سؤال، هي الار تي دي ريزيستنس عاديه المفروض زي الار تي اللي حضرتك حطيتها في لا بس دي مش ريزيستنس طبيعيه، دي ريزيستنس عن عمد بتتغير درجه مقاومتها او قيمه مقاومتها قصدي بشكل ملحوظ مع تغير درجه الحراره. يعني هي حاجه والار تي دي حاجه ثانيه خالص. لا الار تي دي هي ار تي دي ده اختصار لريزيستنس تمبريتشر ديتكتور. الار سافكس تي بقى دي قيمه المقاومه نفسها المقابله للتمبريتشر او التي تتغير مع التمبريتشر. فهنا عشان ما نطولش، هنا الانبوت للار تي دي يعتبر تمبريتشر فيزيكال فاريبل، واللي خارج منه هو الايه قيمه المقاومه اللي احنا سميناها ار سافكس تي. دي فيزيكال فاريبل از ان انبوت وفيزيكال ايه فاري، يعني اللي هنا ده فيزيكال فاريبل از ان انبوت وده فيزيكال فاريبل از ان اوتبوت. تمام، لما نيجي هنا بقى للدايره الكهربائيه نعمل لها اناليسيز. طبعا انتوا عارفين هنا الجراوند هو رمز النيجاتيف بتاع البطاريه، نتكلم في الدي سي يعني فولتجز. فحد يقول لي العلاقه ما بين في اوت وفي تكون ازاي؟ حد يملها يعني في اوت يساوي ايه؟ يساوي الفي الكابيتال. ايوه قولها كلها على بعض وانا اكتب في كابيتال. ايوه 1 زائد 2
دي ار 2 دي في حاجه اسمها ار تي يعني ار تي على الار دي فولتج ديفيجن صح اللي هو تقسيم يعني فدي تعتبر في في هي في ها على ار بس ار تي ار تي صح طيب لو احنا اخترنا ار مثلا اللي هي ار ديت اللي هي الفيكسد هنختارها مثلا 100 كيلو اوم ودي بتتغير في حدود الايه الكيلو اومز يعني فيبقى ار تي تهمل بالنسبه لار ولا لا ار تي ممكن اهملها هنختار قيمه ار بحيث ان هي تبقى لارج انف بحيث نهمل ار تي بالنسبه للار فاذا العلاقه دي نقول تقريبا بتساوي حد يقول لي بقى في على ار تي في على ار قصدي صح في على ار ربع في ار تي صح ولا لا طب ال V constant وال R constant يبقى إذا ده just factor صح؟ مضروب في ال RT طب لو إحنا استبدلنا ال RT بال function يبقى الكلام ده يساوي تقريبا V على RT على R قصدي مضروب في ال RT ال RT بقى تعتبر إيه؟ لو إحنا شفنا العلاقة دي علاقة خط مستقيم اللي هو يعني السلوب في ال في في ال في الـ T في T plus الـ intercept صح؟ يبقى sum A slope في T زائد A intercept يبقى الكلام ده تقريبا كله يعني حاجة مضروبة في إيه؟ في T plus حاجة صح ولا لا؟ يبقى إذا من خلال هنا قدرنا إن إحنا نشوف إن الـ V output linear function of the temperature linear function يبقى إذا التغيرات الـ physical changement in the temperature حولناها الى تغيرات في الفولتج هل التغيرات هتبقى مشابهه ليه بقى لان دي لينير ريليشن شيب فاحنا لو اتكلمنا هنا هقول لك على حاجه اكتر الفي اوت دي مثلا تكون يعني الباور بتاعتها قليله سواء كارنت او فولتج فممكن ان احنا نستخدم برضو هنا في المنطقه دي امبليفيكيشن سيركت ماشي امبليفيكيشن سيركت دائرة كهربائية خاصة بالتكبير داخلها V output as an input يعني وخارج V final اللي هو هنسميه V under suffix T اللي هو الفولتج اللي هو بيعبر عن التمبرتشر وهنا ground وهنا ايه وهنا ground طيب احنا لو عملنا التركيبة ديت يبقى في النهاية VT برضو finally is proportional to the temperature فاحنا برضو هنا يعني خليك معايا بقى عايزين نعمل بلوك دياجرام ريبريزنتيشن ان ديتيلز وريديوس ذا بلوك دياجرام ريبريزنتيشن فان ديتيلز هيبقى في عندي الكومبوننت اللي اسمها ار تي دي هنا داخلها انبوت تمبرتشر وخارج ار ما تقابل التمبرتشر الار تي تعتبر انبوت لمين للالكتريك سيركت نمبر 1 واللي خارج منها V out V out تعتبر input للـ amplification circuit صح؟ و V T اللي هي الـ final output يبقى احنا عندنا السيستم ده كله الـ subsystem الخاص بتحويل الـ temperature إلى corresponding voltage يعبر عنها in details هو 3 blocks و 4 و 3 physical components فعلا الـ RTD والـ electric circuit الأولانية والـ electric circuit الثانية عندنا ما يسمى reduced block diagram notation أو إن أنا أعمل يعني representation لحاجة بالشكل ده representation قصدي للسيركت كلها أو للسبسيستم ده كله إلى single block يبقى single block ده هو مجرد يعني mathematical manipulation يعني هو في الحقيقة هو ده الكومبوننتس منفصلة وموجودة physically قدامي لكن mathematical manipulation نقدر نريديوس البلوكس دي الى ايه الى سنجل بلوك هيبقى فاينالي داخل له تي انبوت وخارج منه ايه في suffix تي as an output طيب البلوك ده بقى اللي احنا قدامنا ده نديله اسم ايه هنديله اسم تي وراها تي كاختصار برضه يبقى تي تي هنا اختصارا لو هتكتبها عندك برضه على جنب temperature transducer يبقى تي الاولانيه اختصارا لتمبرتشر والتي اللي بعديها اختصارا لمصطلح transducer طيب transducer بقى هيكون معناه ايه
اذا انا اول ما اسمع ترانسديوسر اعرف ان هو as a block diagram representation داخل له physical signal وخارج منه voltage signal تعبر عن هذه الphysical signal. هل واضحة دي يا جماعة؟ transducer. عندنا كم نوع من انواع transducers؟ حد عنده فكرة؟ حد يرد لو سمعته. يعني عندنا كم نوع من انواع transducers؟ ممكن يبقى اتنين. ليه بقى قلت اتنين؟ يعني داخل الفيزيكال وطالع والعكس. لا انت العكس بقى قصدك يدخل فولتج سيجنال ويخرج فيزيكال سيجنال. تمام. ده مش هيبقى اسمه ترانسديوسر بقى، ده استباقا يعني ده هيبقى اسمه اكتويتور زي ما نشوف كمان شويه او المحاضره الجايه. اكتويتور يعني الحاجه اللي بتحول الفولتج سيجنال الى فيزيكال سيجنال دي هنسميها اكتويتور. لكن الكومبوننت او السب سيستم او الانتيتي اللي بتحول الفيزيكال سيجنال تشينجمنت انتو كورسبوندينج فولتج سيجنال دي نسميها ترانسديوسر. فهيكون عندنا كام ترانسديوسر، كام نوع من انواع ترانسديوسرز؟ يعني دكتور ايوه كتير. يعني كام يعني مش رقم محدد يعني، وعلى حسب يعني في كل فيزيكال بروبرتي انا احولها بطريقه ما. برافو يعني. انت اسمك ايه بقى؟ كريم علاء. ايوه تمام كريم علاء، ماشي صح كده يا عم كريم. احنا بنتكلم على ان لكل فيزيكال سيجنال يوجد ترانسديوسر مناسب لتحويل تشينجمنت اوف ذيس فيزيكال سيجنال انتو كورسبوندينج فولتج. فعلا كده. وبالتالي احنا عندنا كتاب هنا موجود، انا على فكره على ال ام اس النهارده يعني حطيت لكم كورس سبيكس وحطيت لكم الكتب ريفرنسز وحطيت لكم كمان الليكتشر اللي فاتت از لينك تقدر تعملها داونلود. فمن ضمن الكتب الموجوده هتلاقي الكتاب ده اللي هو فاندامنتالز اوف اندستريال انسترومنتيشن. فاحنا لما نفتحه هنلاقي ايه؟ هنلاقي احنا عايزين نكبر شوية يعني. شوف يا سيدي، هنا في الكتاب ده هيبقى فيه introductory chapters في البداية، يعني بتراجع عن الالكترونيكس والالكتريك سيركت مالناش دعوة بيها يعني. فهتلاقي الشابتر 5 بيتكلم عن ايه؟ حد يقول لي؟ عن البريشر وكل الافكار الخاصة بيه، ازاي البريشر نحول التغيرات الفيزيكال changements بتاعت البريشر into corresponding voltage changements. يعني هنا بنتكلم على pressure transducer. اوكي الشابتر اللي بعديه بيتكلم عن ايه؟ عن الليفل. ليفل اللي هو ايه؟ ليفل اللي هو مستوى السائل في تانك. احنا عندنا مستوى سائل في تانك، وده طبعا حاجه مشهوره في الصناعات كلها ان يبقى في عندنا تانكس وفيها سوائل، فاحنا نهتم ب the level of the liquid in the tank. فنحب ان احنا نتحكم في هذا الليفل. احنا كنا المرة اللي فاتت يا جماعة حد يفكرني لو سمحت ناقشنا ما هو control the variable concept. او لا لو سمحت بس عشان افتكر control the variable concept. حد يرد علي؟ اظن لا يا دكتور. هو احنا عندنا من ضمن الحاجات اللي بنناقشها في الفايل بتاعنا في البداية صحيح مفهوم اسمه controlled variable concept. تعال نقوله دلوقتي وبعد كده نرجع تاني اللي فات. هو controlled variable concept يعني ايه؟ يعني احنا عندنا physical variable نحب ان احنا نتحكم فيه، وهو ده مفهوم التحكم الآلي as a whole. يعني التحكم الآلي معناه ان في عندنا variable physical variable احنا نحب نتحكم فيه. يعني ايه نحب نتحكم؟ يعني ايه نتحكم فيه؟ يعني ايه نتحكم في physical variable؟ قبل ما اقول تعال نشوف ايه هي الphysical variables في الصناعة
اللي احنا نحب ان احنا نتحكم فيها. احنا كنا شفنا حوالي 19 application domains لتطبيقات التحكم الآلي. فاحنا عندنا هنا الـ variables اللي احنا نحب نتحكم فيها هي temperature، درجة الحرارة نحب نتحكم فيها، displacement اللي هي إزاحة object في الفراغ أو بشكل linear أو في two-dimensional planner مش مشكلة، أو speed سواء translational أو angular. نحب نتحكم في flow rate، معدل التدفق أو مستوى السوائل في tanks، أو pressure بتاع liquid in a tube أو برضو in the bottom at the bottom of the tank concerning liquids أو concerning gases. يبقى احنا هنلاقي ان الحاجات البسيطة اللي احنا ذكرناها دي هي فقط في الصناعة اللي نحب نتحكم فيها. طب ده يغطي كل المجالات اللي احنا قلناها كابليكيشن areas؟ تخيل، يعني كل المجالات التطبيقية للتحكم الآلي نلاقي ان احنا مجرد يا اما بنتحكم في درجة حرارة، يا اما في displacement، يا اما في speed، يا اما في flow rate او pressure او level and so on. فاحنا والله لو كنا بنتحكم في temperature فاحنا نتكلم هنا اذا عن thermal control system. لو بنتحكم في displacement او speed فاحنا في الحالة دي بنتكلم على mechanical control systems. لو بنتكلم على flow rate او level او pressure concerning liquids فاذا احنا هنا بنتكلم على hydraulic control systems. لو بنتكلم على flow rate او pressure concerning gases يبقى احنا بنتكلم على pneumatic control systems. اذا الانظمة التحكم الحقيقة برغم كل الابليكيشن دومينز اللي احنا شفناها بتنحصر في الاربعة كاتيجوريز دول، يا اما بتكلم على thermal control system او mechanical او hydraulic او pneumatic، او نتكلم على خليط بقى ما بينهم. يعني احنا مثلا ممكن في احدى التطبيقات في الصناعة نلاقي ان احنا عندنا 50 او 60 variables نتحكم فيه، واحيانا يبقى بالمئات. يعني يبقى مثلا في عندنا كذا نقطه بنتحكم في temperature عندها، يبقى كذا temperature بنتحكم فيها، في flow rate control في 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 العديد من النقاط، يبقى في variables عديده قصدي. تمام، فاذا التحكم مفهوم ال variable اللي احنا عايزين نتحكم فيه هو physical variable نحب نتحكم فيه. طب يعني ايه نتحكم فيه بقى؟ اتحكم في variable يعني ايه؟ physical variable معناه ان انا عايز امشي مع التايم، عايزه يمشي مع التايم as I desire as I desire. اوكي، ف my desire بالنسبة للتحكم في physical variable قد تكون ان انا عايزه، ده اللي انا اتمناه، ان يكون ثابت مع التايم، ده اللي احنا عايزينه. يعني في الافران العالية او في معظم الصناعات الحقيقة نحب المتغيرات اللي احنا عايزين نتحكم فيها تاخد قيمة ثابتة مع التايم. طب هو actually بيتغير نتيجة لظروف التشغيل والحاجات اللي حواليه زي ما احنا نفهم كمان شوية، لكن المطلوب من نظام التحكم الآلي ان هو يخليها ثابتة مع التايم. فلو هي physically زادت يرجعها تاني، قلت يرجعها تاني، يزودها، بحيث دايما نكون عند القيمة الايه المطلوبة. القيمة المطلوبة دي بيسموها desired value، أو بيسموها إيه؟ أو بيسموها set point، بمفهوم the operating value of the controlled variable، القيمة اللي إحنا عايزين نشتغل عندها بالنسبة للـ variable المراد التحكم فيه. في بعض الأنظمة الأخرى زي مثلا تخيل إن إحنا بنعمل سبيكة، فإحنا عايزين بقى بشكل متعمد كده درجة الحرارة أثناء تصنيع السبيكة دي إن هي في الساعتين الأولانيين تتغير بشكل جراديوال او بشكل بيسموه رامب، تدريجي كده بشكل لينير مع التايم. في النص ساعة اللي بعد كده تثبت، اوكي، في الساعتين اللي بعد كده تقل بشكل تدريجي. اذا ده معناه ان في عندي function of time required to be kept track، صح ولا to be followed. او لو في روبوتكس مثلا يبقى انا عايز الاداة اللي هي هتروح في كتارجت تتحرك في الفراغ او بشكل ايه؟ بشكل محدد، تتحرك في الفراغ بشكل ايه؟ محدد مع التايم. يعني ساعتها احنا بنتكلم عن ريفرنس او تراجكتوري. يبقى احنا فهمنا دلوقتي الفرق ما بين تراجكتوري وديزايرد فاليو او سيت بوينت.
احنا بنستخدم جنرالي المصطلح ريفرنس، لان الحاله الخاصه للريفرنس ان هو يكون فيكسد فاليو، او احنا عايزين نثبت يعني الكنترول فاريبل عند قيمه محدده. اوكي طيب، ده المفهوم بهذا الشكل. هو بقى الحقيقه علشان يبقى فيه فيزيكال فاريبل عايز اتحكم فيه، يبقى بادئ زي بدء كده لازم احول التغيرات بتاعته in time into corresponding voltage signal in time أو voltage changement in time. تمام، فلازم استخدم ترانسديوسر ايه مناسب. ففي الكتاب اللي احنا بنتناوله ده او معاكو يعني، عندنا لكل variable زي ما زميلك قال في افكار ازاي ان احنا نعمل لها ترانسديوسنج لهذا الفاريبل، ازاي نحول التغيرات بتاعته into voltage مقابل. الفلو ريت اهو ليه شابتر، ايه تاني، التمبريتشر ليها شابتر، برضه في فاريبل الهيوميديتي والدنسيتي والحاجات دي، الفورس، الديسبيسمنت، البوزيشن، كل ده موجود في ايه في هذا الريفرنس. طبعا ممكن الانترنت فيها ريسورسز uncountable برضو تقدر تستفيد منها، لان هيكون عندكم في شغل بالنسبه للمعمل لتلخيص كل مجموعه. المهندس هشام هيبلغكم بكده، يعني هتتولى تلخيص ترانسديوسر محدد ايه الافكار الخاصه بتحويل الفيزيكال فاريبل المقابل يعني الى فولتج سيجنال تمثله او تعبر عنه. تمام كده. طيب احنا نرجع تاني لايه، للكلام اللي هنا. اذا مصطلح انالوج سيجنال بقى عشان نقفل القصه دي، مفهومه هنا لما نيجي نتكلم عن الترانسديوسر ده فاينلي بيبقى الانبوت ليه تمبرتشر وفي تي. طيب احنا ممكن نتكلم على حاجه اسمها اي او ستاتيك ريليشن شيب، لان احنا عايزين يا جماعه برضو احنا عايزين ايه في النهايه، لان انا نوهت عن الكلام ده المره اللي فاتت، احنا عندنا افكار كتيره فاحنا بنحاصرها، فاحنا بنتكلم على مصطلح نفهمه، كومبوننت نفهمها علشان نبني بعد كده كنترول سيستم ونفهم السبيسيفيك جول اللي عشانه معمول هذا الكنترول سيستم. فانا عايز اوصف العلاقه ما بين انبوت فاريبل واوتبوت فاريبل، عايز اوصف العلاقه ما بين input variable و output variable. طيب العلاقه علشان نوصفها ما معنى علاقه؟ طيب حد يقول لي، حد يفكر معايا يعني ايه العلاقه ما بين input variable و output variable؟ equation مثلا. ايوه برافو. يبقى اذا احنا هنتكلم على mathematical relationship اللي هي بتربط الاوتبوت as function of ايه of the input. نيجي نتكلم بقى على ان في عندنا نوعين محددين من هذه الريليشنشيب، يا اما static relationship يا اما dynamic relationship. يعني ايه static relationship؟ حد يقول لي يعني علاقة ثابتة، يعني قصدي equation واحدة ما بتتغيرش مع الوقت كده. static relationship نقصد بها algebraic relationship، معنى كده ان مفيش اي variable ليه derivative in time، يعني مفيش اي تفاضلات في هذه الequation. اما dynamic relationship فنقصد بها differential equation. تمام طيب، ف relationship ايضا لها مرادف شهير وهو مصطلح model. بقى مصطلح موديل، يبقى موديل معناه ان هي ماثيماتيكال ريليشن شيب ريلاينج الايه او ريلاينج اللي هي بتربط يعني ما بين الانبوت والايه والاوتبوت. طيب دكتور، طيب اتفضل. هو بعد اذنك، هو مفيش شيرنج، يعني الشاشه مش باينه. طيب في حد عمل ان شيرنج ولا ايه؟ ما اعرفش الحركات دي بقى، ما احنا كنا بنقدر نمنع الحاجات دي ازاي؟ طب والريكوردنج شغال صح؟ ايوه. طب كويس ان انت نبهتيني برضه.
كنت عايز اقول ايه فاذا مصطلح موديل يا جماعه يعني ايه بقى؟ يعني ماثيماتيكال ريليشن شيب بتربط ما بين الانبوت والاوتبوت. طيب في عندنا مصطلح اخر موديلنج، مش موديل، موديلنج يعني ايه موديلنج؟ يعني ايه موديلنج يا جماعه؟ يعني نعمل يعني نجيب equation يعني او mathematical equation. modeling معناها to find the model، بالظبط كده، ان احنا نوجد الموديل، يعني نوجد relationships دي معايا. طيب يبقى احنا عندنا بقى دلوقتي طريقين هنمشي فيهم، والطريقين مطلوبين، يعني طريق ان انا اوجد الاستاتيك موديل، وطريق ان انا اوجد الدايناميك موديل، صح ولا لا؟ ف الديناميك الستاتيك موديل يتم توصيفه بثلاث طرق الحقيقه. التوصيف الاول للستاتيك موديل هو اي او ستاتيك ريليشن شيب. فيعني ايه اي او ستاتيك ريليشن شيب بقى؟ ان يبقى في عندي محور افقي، محور راس كده، ومحور افقي. المحور الافقي يبقى فيه الانبوت فاريبل، والمحور الراسي يبقى فيه ذا ايه ذا ديبندنت فاريبل اللي هو في تي هنا، تمام. طيب احنا ممكن ناخد مثال، مثلا ان درجة الحرارة قد تكون بتتغير في رينج من 25 درجة مئوية ل 80 درجة مئوية، تمام. in correspondence يعني هنا مثلا لو درجة الحرارة هنا 25 درجة مئوية، هنلاقي ان الدنيا متظبطة هنا وتم اختيار مكونات كهربية يعني بحيث ان الـ VT يكون 0 فولتج. يبقى في نقطة هنا في الـ relationship، صح؟ هنا في 0. طيب 80 درجة مئوية تكون الدنيا متظبطة ان يبقى في 10 فولت. In between بشكل linear، تمام؟ يبقى الرسمه دي بتتكلمني عن او بتوصف لي ذا ستاتيك موديل اللي هي في صوره اي او ستاتيك انبوت اوتبوت، يعني ستاتيك ريليشن شيب. ايه الصوره الثانيه للستاتيك موديل؟ ان يبقى في الجبريك ايكويشن، يعني طبعا ده الستريت لاين نقدر نستبدله بالجبريك ايكويشن في اوتبوت يساوي حاجه في ايه؟ حاجه في تي زائد حاجه اللي هو السلوب والانترسبت. الاسلوب الثالث اللي هو ان يبقى في عندنا input range and the corresponding output range، يعني ان انا اقول لك this temperature transducer ال input temperature بتتراوح من 25 ل 80 درجه مئويه، and in the in correspondence يعني ال output يتراوح من 0 ل 10 فولت. يبقى انا كده اديتك ال input range وال output range المقابل، يبقى انا كده كاني اديتك ال static ايه؟ ال static model. طبعا احنا بنتكلم كده في رينج انبوت رينج واوتبوت رينج وما ذكرناش اي حاجه ايلس، معناها ان ضمنيا العلاقه ايه؟ لينير، صح ولا لا؟ لان ممكن العلاقه تكون نون لينير، يعني الحاله الخاصه ان العلاقه تكون لينير. طبعا احنا بالنسبه للترانسديوسرز دي حاجه احنا بنعملها وبنختارها وبنعمل ديزاين للالكتريك سيركتس دي، فغالبا بتكون العلاقات ايه؟ العلاقات لينير يعني. طيب احنا عايزين ناخد مثال اخر is to find how to find the static model، تمام. بس قبل ما ناخد المثال ده تعال نشوف ان لو احنا مثلا بنتكلم عن المثال ده وكان physically temperature كانت بتتغير بالشكل ده مع time، ادي time وادي temperature، و فيزيكالي التمبريتشر بتتغير هنا، يعني دي مثلا 25 درجه مئويه وبتزيد بشكل اي تاخد اي شكل مع التايم يعني. طيب حد يعرف يرسم لي شكل الفي تي مع التايم؟ هيبقى شكله ازاي؟ كم واحد يعرف يا جماعه؟ هو هيزيد يا دكتور ولا ايه؟ دكتور هي دي ستاتيك برضو؟ نعم هيبقى ايه؟ هي دي ستاتيك برضو؟ يعني ايه ستاتيك؟ بمعنى ايه ستاتيك؟
يعني قصدي دي احنا ما زلنا بنتكلم على static relationship. طبعا الاسلوب معروف والاي والانترسبت معروف. ستريت لاين برضو انا عندي الشكل ده مع التايم للتمبريتشر. هل حد يعني يقول لي كده هل الشكل ده انا بقدر اشوفه؟ يعني تغير التمبريتشر مع التايم هل انا بقدر اشوفها از كيرف كده؟ احنا كنا اتفقنا المره اللي فاتت ان الفولتج سيجنال هي اللي بقدر اشوفها مع التايم صح؟ اقدر ارسمها مع التايم يا اما عن طريق ستورج اوسيلوسكوب يا اما عن طريق سوفت وير مع كمبيوتر صح؟ يا اما باستخدام البلوتري ده. فلكن الفيزيكال سيجنال انا ما بقدرش اشوفها مع التايم، ولكن لازم عايزين نشوفها برضو لان احنا عندنا يعني مونيتورنج اوف فيزيكال فاريبلز. احنا في الصناعه نحب نشوف الفيزيكال فاريبلز بتتغير ازاي مع التايم. فاحنا هنستخدم ترانسديوسر زي ما احنا قلنا لكل فيزيكال فاريبل عايزين نعمل له مونيتورنج او نشوفه مع التايم، والفيزيكال والترانسديوسر ده بيديني فولتج سيجنال بتتناسب مع الايه الفيزيكال سيجنال بشكل لينير. فواضح هنا يا جماعه ان شكل الفولتج مع التايم هيكون هو نفسه شكل التمبريتشر، لان مجرد التمبريتشر بضربها في سكيلر كوانتيتي هنا كونستانت يعني، وبضيف بعمل شيفت سواء الشيفت ده النيجاتيف او بوزيتيف يعني. فاكيد شكل الفولتج مع التايم هيكون شكله كده. معلش بقى مال الخط ده مني مش مشكله، ادي تايم وادي في تي صح، اكيد هيبقى شكله كده صح. يعني اي هوب ان الشكل ده يكون تقريبا هو نفس الشكل ده يعني، بس 25 درجه هتقابلها الفولتج المقابل كام؟ زيرو صح. يعني لو كانت مثلا النقطه دي عند 80 درجه مئويه اكيد النقطه دي عند كام؟ عند 10 فولت. ان بتوين بتمشي بشكل ايه مع بعض لينير يعني. اذا هنلاحظ ايه؟ ان الفولتج سيجنال المقابله للفيزيكال سيجنال بتكون analogous to the physical system evolution in time، او بتتغير ازاي مع التايم، بيكون الشكل مشابه الى حد كبير جدا. انا ليه بقول الى حد كبير جدا؟ ليه ما بقولش exactly the same evolution in time؟ ليه؟ طبعا رياضيا لو احنا يعني شفنا العلاقه دي وقلنا ان هي exact هيكون the same shape in time صح؟ the same evolution in time. لكن في الاساس هو في ابروكسيميشن للعلاقه دي، العلاقه اللي هي بتاعه الار تي دي في الاساس عمرها ما بتبقى لينير قوي كده صح. يعني ما فيش فيزيكال فاريبل بيتحرك لينيرلي قوي كده مع انبوت فيزيكال فاريبل، ولكن يعني احنا بنعمل تبسيط عشان كده بقول ايه الى حد كبير مشابهه. فانا لو عندي الشكل ده اللي هو اللي تحت ده بقدر ارسمه مع التايم صح، بقدر اشوفه مع التايم هو نفس الشكل ده، اعمل سكيل تشينج ويبقى انا حصلت على شكل الفيزيكال فاريبل مع التايم ولا لا؟ يبقى هو ده مفهوم فيزيكال فاريبل مونيتورنج. زي ما احنا شفنا بقى في الكتاب ده كل فيزيكال فاريبل يوجد ترانسديوسر مناسب اقدر احصل منه على فولتج سيجنال تمثل وتعبر وتكون مشابهه للفيزيكال كورسبوندنج فاريبل اندر كونسيدريشن. هل واضحه الفكره دي؟ تمام. من هنا بقى جه مصطلح انالوج ايه سيجنال. يعني احنا لو شفنا مصطلح انالوج كل ده عشان افسر الحقيقه يعني ايه انالوج سيجنال. تمام. اذا انالوج سيجنال هتكون بالنسبه لي فولتج سيجنال تعبر عن فيزيكال سيجنال مقابله، واكيد طبعا باي ناتشر كده هتكون كونتينوس سيجنال لان اي فيزيكال سيجنال بتكون كونتينوس ان تايم صح ولا لا؟ احنا الحقيقه زي ما اتفقنا ان اي فيزيكال فاريبل عايزين نتحكم فيه بمعنى انه يمشي از وي ديزاير. فالف ب هنا كده ان لازم الفيزيكال فاريبل ده نحول التغيرات بتاعته ان تايم انتو كورسبوندنج انالوجس فولتج بمعنى انتو انالوج سيجنال. طيب علشان نقوم بعمليه التحكم ده احنا محتاجين بروسيسنج ولا لا؟ حد يقول حد يرد يا جماعة؟ يعني علشان أنا أقوم بوظيفة التحكم اللي احنا يعني محتاجين بروسيسنج. يعني ايه بروسيسنج وبروسيسنج المين؟
يبقى بروسيسنج لهذه الانالوج سيجنال صح، ولو عندنا فاريبلز كتير يبقى احنا عندنا انالوج سيجنالز كتير، فاحنا محتاجين بروسيسنج لهذه السيجنالز عشان نقوم بالدور اللي احنا هنفهمه طبعا along the course. عشان نقوم بالدور ده احنا محتاجين اذن بروسيسنج لانالوج سيجنالز. طيب احنا فهمنا ايه اللي هنعمل له بروسيسنج. طيب ايه مفهوم البروسيسنج بقى في ذهنك اللي رد عليا ويديني اسمه؟ ايه عمار ياسر. اه طب ما انا خدت اسمك يا عم. ما عندي ناخده تاني دكتور. طيب ايه مفهوم البروسيسنج من وجهة نظرك؟ مفهوم البروسيسنج ان انا بيبقى عندي input بقى عليه شوية variations يطلع لي output. يبقى انا عندي input او مجموعة inputs يعني صح؟ تمام. او مجموعة ايه؟ او مجموعة inputs. البروسيسنج بقى هيكون مفهومه مفهوم البروسيسنج يا جماعة هو إجراء عمليات حسابية أو مقارنية على البيانات. ده تلخيص لمفهوم بروسيسنج صح ولا لا؟ فاحنا عندنا نوعين من البروسيسنج، أنالوج بروسيسنج وديجيتال بروسيسنج صح؟ يعني إيه أنالوج بروسيسنج؟ حد يسمع يعني حد كده معايا يسمع عن ما معنى انالوج كمبيوتر؟ هو ده ما كانش بيشتغل بالالكترونيكس يعني؟ ايه؟ ما كانش بيشتغل بالالكترونيكس يعني؟ يعني ايه كلمة الكترونيكس دي كلمة عامة جدا يعني صح؟ تمام بس هو انالوج ازاي؟ طب والكمبيوترز كلها متبقاش انالوج بس؟ ما احنا طبعا انتوا ناس بتوع اتصالات وعارفين ايه الفرق بين انالوج سيستمز وديجيتال سيستمز. هل انت عارف ايه الفرق بين انالوج تمام ايه الفرق بين انالوج سيستمز وديجيتال سيستمز؟ هو الفكرة في السيجنال نفسه اللي بيتعمل له بروسيسنج يعني في الانالوج. أيوة. الانالوج سيجنال بيبقى continuous in amplitude بس الديجيتال بيبقى discrete values. هو يعني ايه انالوج بروسيسنج او انالوج سيستمز يا جماعه؟ شوف بقى كل السيستمز اللي حوالينا هي فيزيكال سيستمز، وكل الفاريبلز اللي بنتناولها هي فيزيكال فاريبلز وهي باي ناتشر continuous، والعالم اللي حوالينا احنا مش هنغيره هو كده، لكن الفيصل في البروسيسنج. فلو احنا هنستخدم انالوج بروسيسنج بنقول ان احنا بنتعامل مع انالوج سيستمز، لو البروسيسنج هيتم باستخدام كمبيوتر فاحنا بنتكلم على ديجيتال سيستمز. فاهمني؟ طيب زي ما احنا قلنا عايزين نعمل عمليات حسابيه ومقارنيه على البيانات، فاحنا لو هنعمل العمليات دي على الانالوج سيجنالز از زي ار فاحنا في الحاله دي بنتكلم على انالوج بروسيسنج. هل نقدر يبقى في عندي انالوج سيجنال اقدر اعمل لها تكامل وتفاضل وجمع مع سيجنال اخرى وطرح مع من سيجنال اخرى بدون ما استخدم كمبيوتر؟ اعتقد صعب عشان الانالوج هي ساين ويف. انت فتحي سيد؟ انا خدت اسمك يا فتحي. انت تسمع عن اوبريشنال امبليفايرز يا جماعه؟ الاو بي لسه مدرسها سنتي اوب امبس. فاحنا برضو هنتناولها معنا في الكورس بتاعنا زي ما هقول ليه. فعن طريق اوب امب سيركتس نقدر نعمل جمع ما بين تو انالوج سيجنالز، نقدر نعمل طرح، نقدر نعمل تكامل، نقدر نعمل تفاضل معايا، نقدر نعمل كومباريزون اوف تو سيجنالز اند سو اون. اذا نقدر نعمل بروسيسنج على الانالوج سيجنالز از زي ار انالوج والريزلت تبقى انالوج سيجنالز. تمام. ففي الحالة دي احنا بنتكلم على analog systems. طيب انا بقى دلوقتي عايز استخدم الكمبيوتر، انا ليه بستخدم الكمبيوتر في البروسيسنج بدل الاوب امب سيركتس؟ يعني احنا تحولنا طبعا كلنا حاليا الى استخدام الكمبيوتر في ما يسمى digital processing.
طبعا ده يتطلب ان كل الانالوج سيجنالز تتحول الى ديجيتال ايه ريبريزنتيشن الى وانز وزيروز في الكمبيوتر من خلال السوفت وير. اقدر اعمل ايه عمليات الجمع والطرح والضرب والعمليات الكومباريزون بسهوله شديده زي ما احنا عارفين. والريزلت اللي خارجه هتبقى ديجيتال بس بتتحول عن طريق مكون شهير اسمه دي تو ايه ديجيتال تو انالوج كونفرتر الى انالوج سيجنال مره ثانيه. تمام. اهميه الكمبيوتر كديجيتال بروسيسنج في حاجتين. الحاجه الاولى زي ما احنا لسه منوهين في بدايه لقائنا ان الانالوج سيركتس سوري الانالوج بروسيسنج سيستمز باستخدام اوب امب هيبقى فيها مقاومات والمقاومات دي بتتغير سلايتلي مع ايه مع درجه الحراره زي ما احنا اتفقنا. لكن وبالتالي الفانكشنينج بتتغير اكوردنج للتمبريتشر وما بتبقاش مستقره زي ما احنا متخيلين. الحاجه الثانيه يا جماعه هي حكايه تمثيل ال1 وال0 في الرينج بتاع لو 3.5 فولت ل 5 فولت يمثل 1 ومن ناقص نص الى نص فولت يمثل ايه 0 عارفينها احنا كلنا دي صح. فده بيخلي السيجنالز وهي ماشيه ديجيتالي ريبريزنتد باي 1 اند 0 تكون مستقره في الحكم على المستوى المنطقي وليس على مستوى الفولتجز. يعني دي كلها ايه تفاصيل اسايد يعني. فاحنا هنرجع تاني بقى للمقدمه بتاعتنا برضو اللي ما زالت مقدمه بس انتم مطالبين بيها وهي classification of control systems. يعني احنا عندنا هنا نوعين من انظمه التحكم اساسيه او يعني نتكلم على ثلاث انواع. حد في عندنا نوع اسمه continuous او analog control system. تمام. continuous او analog control system يعني ايه analog control system؟ معناها ان كل ال variables اللي بيتم تناولها هي continuous in time. وهنقصد في الاساس ان البروسيسنج هيكون بشكل انالوج بمعنى ان احنا هنستخدم اوبريشنال امبليفايرز في عمليه البروسيسنج وعمليه التحكم الالي زي ما هنشوف. طيب النوع الثاني من الكنترول سيستمز اللي احنا نسميها ديجيتال كنترول سيستمز او ديسكريت تايم كنترول سيستمز. تمام. ديسكريت تايم كنترول سيستمز هيكون المقصود هنا ان انا بتعامل برضو مع physical continuous system عادي زي ما احنا فاهمين بس هنستخدم الكمبيوتر for processing. فساعتها محور الزمن نفسه بالنسبة للكمبيوتر ما بيمرش عليه بشكل continuous صح؟ ليه؟ لأن الكمبيوتر is a sequential processing machine في الأساس وبيبقى فيه instruction cycle فما عمره ما هيمر على time بشكل continuous ولكن بشكل متقطع discrete يعني وبنستخدم ما يسمى sampling interval أو sampling period. عشان كده الكمبيوتر لما بيستخدم في التحكم الآلي يبقى بنتكلم هنا عن digital control systems أو discrete time control system. تمام؟ طيب احنا عايزين ناخد مثال لتوضيح another category of control system. تعال ناخد المثال ده عشان يفهمنا. فين بقى؟ هو ناخد ال examples. تعال ناخد المثال ده. المثال ده مع يعني تأملوه شوية كده. دكتور هو الاكزامبل مش قدامنا دلوقتي. نعم الاكزامبل مش قدامنا دلوقتي. انت اسمك ايه؟ طب كلمي قولي لي. اليزا. نعم اليزا. لا اليزا انا كنت خدت اسمك قبل كده. ماشي اليزا رف. طيب دلوقتي يا جماعه احنا هنتناول
production line. يعني في عندنا خط إنتاج مثلا في الصناعة، بيبقى التعامل مع نظام التحكم مش إن يبقى في عندنا variables إحنا نتحكم فيها زي ما أنا نويت، لا، يبقى في عندنا تسلسل إحنا محتاجين ننفذه، لو sequence إحنا محتاجين إيه ننفذه. فإحنا لو خدنا المثال ده مثلا إن عندنا في تانك A وتانك B، بيبقى في liquids وبناخد من تانك A وتانك B عن طريق valves، يعني ده رمز valve تاني محبس يعني، وبنملى من الاثنين في تانك C، وده رمز مثلا يكون رمز heater ورمز steerer اللي هو بيقلب ده، وبناخد من الاوتلت من هذا التانك من خلال فالف 3 نملى بوتلز، يعني يبقى في عندنا زجاجات احنا نحب نملاها، ماشي. وبعد ما الازازه تتملي يحصل لها كلوجر، او يعني يحصل ان احنا نغطي نعمل لها كفرنج، اوكي. وهنا في روتيتنج ديسك، يبقى في روبوت ارم بياخد من بوتلز جايه من كونفير او سير ماشي، وينقل من هنا للاير الاماكن اللي يتم افراغها عن طريق روبوت ارم اخر. يعني هنا يبقى في اماكن فاضيه زي ما انتم شايفين بيحط فيها الزجاجات. لما الزجاجه، انتم شايفين الزجاجه دي او الازازه دي، لما تيجي في المكان اللي هو تحت الفوهه بتاع الفالف، نبدا نفتح الفالف عشان نملى الزجاجه. فالتسلسل اللي احنا بنوصفه هنا هيكون شغال بمفهوم اون اوف، كله اون اوف. احنا عندنا قياسات هتكون ليها طبيعة on off، وactions هتكون ليها طبيعة on off. الactions اللي لها طبيعة on off معناها ايه؟ ان احنا نفتح الباور بشكل ماكسيمم او نقفله تماما. يعني في valve مثلا يا اما يبقى fully open يا اما fully closed، يبقى في موتور بيحرك conveyor يا اما fully operated بالfull electric power يا اما fully shut مقفول تماما، يعني zero electric power given to it. لما يبقى فيه مثلا احنا قلنا الفالفز تمام. بالنسبه للقياسات اللي هي طبيعه اون اوف، معناها ان هي حصلت او لا. يعني هنا يبقى فيه بوتل اور نوت يت. لما يبقى فيه بوتل ونفتح الفالف على الاخر فولي اوبن يعني عشان نملى، هنا بننتظر ان قياس المستوى السائل هنا يكون وصل الى الماكسيمم ولا لا، تمام. احنا هنلاحظ هنا ايه بقى عشان برضو ما نطولش في الحته ديت، هنلاحظ ان نظام التحكم هنا ماشي باسلوب ان هو بيديني اون اوف اكشنز بيزد على اون اوف ميجرمنتس. الاون اون اوف ميجرمنت يطلق عليه ايفنت، وان اون اوف ميجرمنت يطلق عليه ايفنت. event بمعنى ان هو حصل ولا لا، وممكن نمثل الايفنت بوليان فاريبل. لو احنا هنشوفه مع التايم هيبقى مثلا ممكن 0 along a certain period وفجاه بيبقى 1 بمعنى ان هو بيحصل. وممكن نتعامل مع البوزيتيف ايدج او النيجاتيف ايدج بتاع الاوكيرنس او ايه او الفانيشمنت بتاعه وهكذا. فاحنا هنا بنتكلم عن ديسكريت ايفنت سيستم، دي اي اس هنا اختصار ديسكريت ايفنت سيستم. انتوا حد يقول لي تعرفوا كلكم طبعا ما يسمى ترو ستيبل، صح؟ طيب هل انتوا تسمعوا برضو عن ما يسمى ستيت تيبل؟ ستيت تيبل او ستيت دياجرام اخدناه في بدل ما يبقى 0 1 يعني هيبقى اون اوف. لا، انتوا خدتوا سيكوينشال لوجيك سيركت، صح؟ اخدنا ستيت دياجرام. ايوه بالظبط كده. يبقى اذا انا لما اتكلم على اون اوف اكشنز، كل اكشن هيتم تمثيله بوليان فاريبل. يعني لما يكون ب1 معناه ان الاكشن يتاخد، لما يكون ب0 معناه انه ايه ما يتاخدش او يتاخد عكسه. يعني ممكن يبقى في اكشن مرتبط بالفالف ده، لو كان الاكشن ده ب1 معناه انه يتفتح على الاخر، ب0 معناه انه هيبقى ايه مقفول على الاخر، وهكذا. يعني بالنسبه للاكشن المرتبط بالموتور برضو، لو كان يمثل ببوليان فاريبل وكان ب1 معناه ان انا افتح الباور على الموتور ده بشكل ماكسيمم يشتغل باقصى سرعه. طبعا كل شيء بيبقى معاير او كاليبريتد يعني. ولو كان بزيرو معناه ان هو ايه يبقى ستوبت. طيب الاون اوف اكشنز بتكون فانكشن في ايه؟ في الايفنتس، صح؟
وكل event ممثل برضو بوليان variable. طيب السؤال بتاع هنا، هل الأكشنز functions فقط في الإيفنتس؟ حد يرد عليه لو سمح. هو مش هيبقى function في التايم برضو؟ لا لا، هو ملهاش علاقة بالتايم. في الحالة دي انا بستنى مثلا الازازة تتملي قبل ما اعمل اي اكشن تاني ولا لا؟ ما هو انت تستنى الازازة تتملي بناء على ايه؟ في طريقتين لان انت تنتظر لغاية ما تملي، يا اما تفتح الفالف ده على الاخر وتنتظر فترة زمنية محددة من خلال الفلو ريت اللي معروف، يعني تقدر تتخيل الفوليوم صح وصل لايه، او ان انت لا انت بتشتغل لغاية ما الايفنت يجي لك اللي هو اتملت ولا لا. يبقى في عندنا infrared means او يعني اي طريقة للdetection of level تخطى الحد الاقصى ولا لا، وهو ده الايفنت اللي بيحركك مش التايم. فلو كانت الـ on off actions فقط function، فقط كلمة فقط يعني في الـ off the events، فاحنا هنا بنتكلم على combinational system وترو ستيبل يكفي لوصف العلاقة صح ولا لا. اما لو كان الـ on off actions function في الـ events وكمان في الـ state اللي انت موجود فيها، يبقى احنا هنا بنتكلم على sequential control system صح ولا لا. وهنا هنستخدم بقى الـ state diagram والـ state table لوصف العلاقة ما بين الـ on off actions as an outputs والـ events as an inputs as inputs يعني. ماشي كده. فلما نيجي نتكلم على discrete event control systems، فاحنا زي ما احنا اتفقنا بنتكلم على ما يسمى يعني ممكن نستخدم، انا هكتبها هنا انا نعمل enabling the editing ولا ايه. المهم طب لو هو مش بيستجيب للكتابة معايا دلوقتي، لا بيستجيب، يعني احنا نستخدم حاجة اسمها state diagram. او state table، ممكن نستخدم حتى truth table زي ما احنا قلنا. هو combinational. ممكن لو كان بقى المشكلة هنا في الأنظمة دي إيه؟ إن عدد الستيتس يكون كتير جدا، فساعتها الستيت ديجرام والستيت تيبل مش هيكون كافي للسيطرة على سيكونس زي ده إحنا عايزينه. فممكن نستخدم ما يسمى graph set، تكتب كده الحقيقة graph sets، وممكن نستخدم ما يسمى بيترينت تولز. كل دي أدوات بتستخدم في هذه الحالة. طيب لو احنا رجعنا للنظام اللي احنا بنحاول نفهمه مع بعض اللي هو ده، لما نيجي نملى من التانك ده يا جماعة البوتلز، المستوى اللي هنا ده مش بيقل ولا بيقل صح؟ طيب مع وجود ان هو بيقل، مع يعني مع حدوث ان هو بيقل، لو احنا مثبتين درجة الحرارة هنا، سوري لو احنا مثبتين الهيتنج باور اللي خارجة من الهيتر هنا، درجة الحرارة هنا هتزيد ولا لا؟ هتزيد صح؟ فلو زادت يبقى المنتج اللي احنا بنحصل عليه هيكون الكواليتي بتاعته مختلفة من زجاجة لزجاجة أخرى. فاحنا عايزين كل المنتج المخرج يعني يكون ليه نفس الكواليتي، وبالتالي أثناء تنفيذ هذا السيكونس احنا محتاجين نحافظ على درجة الحرارة هنا ان هي تبقى ثابتة، وكمان محتاجين نحافظ على الليفل هنا ان يكون ثابت. ما معنى هذا؟ معناها ان انا وانا بنفذ سيكونس انا محتاج كمان احافظ على continuous controlled variables، يعني يبقى في عندي physical variables احنا نحب نتحكم فيها بشكل continuous. طيب اذا طالما عندنا في هذا السيستم في هذه الحالة continuous subsystem و discrete event subsystem، اذا انا بتكلم على hybrid control system. ده مفهوم hybrid control systems، ودي برضو مصطلح شهير في عالم التحكم الآلي. تمام؟
طيب احنا برضو علشان نلخص كل ده علشان نعرف حدودنا ايه في الكورس الحقيقة، هي مقدمة طويلة بس مهمة زي ما احنا ايه بنفهم مع بعض. احنا عندنا ما يسمى direct control as another classification of control systems. direct control هيبقى مفهومه ايه؟ تحكم مباشر في physical variable، تمام؟ سواء بشكل ايه؟ سواء بشكل analog او بشكل digital او discrete time. طيب احنا ممكن نكون بنتعامل مع continuous control system. طب في سؤال هنا يا جماعة، في سؤال، هل discrete time او digital control ما زلنا بنتعامل مع continuous control system؟ حد يجاوب على السؤال ده. يعني انا لو بستخدم كمبيوتر في التحكم الآلي وبتحكم بشكل يعني في physical continuous variables او في physical variables يعني temperature أو displacement، هل ما زلت بتعامل مع continuous control system؟ هو المفروض لأ، صح؟ لا، اللي احنا عايزين نقوله ايه بقى؟ ان الديجيتال control أو discrete time control هو approximation للانالوج control، بمعنى ان ما زلت في عندي continuous variables بتحكم فيه، بس بدل ما هستخدم analog control او analog processing انا هستخدم digital processing. اوكي، اذا ما زال الاثنين دول احنا بنشتغل، ما زلنا في direct control وهو ان في variable عايز اتحكم فيه، continuous physical variable عايز اتحكم فيه. طيب احنا لو عندنا هذه الحاله وناخد مثال اللي هو temperature، يعني temperature يا جماعه احنا عايزين نتحكم فيه، ماشي، زي ما هنشوف along the course. لو التمبريتشر دي ابتدت تزيد شوية عن المطلوب الاستقرار عنده، نظام التحكم هيرجعها لي تاني، لو قلت نظام التحكم هيزودها بحيث يرجعها لي تاني. طيب نتصور بقى ان في فولت حصل، في تسريب حصل، في فالف حصل له ستاك او يعني ما بيستجبش، فالتمبريتشر ممكن نلاقيها بتزيد ونظام التحكم مش عارف يرجعها تاني الى القيمة اللي احنا عايزين نثبتها عندها، صح ولا لا؟ هل ننتظر نظام التحكم المباشر بحيث يرجعها لي وهو مش عارف يرجعها؟ هنا لا، مش هينفع بقى، لازم يكون في عندنا upper layer of control بنسميها supervisory control layer. دي layer فوق بتبص على the important events، بتبص على variables مش بشكل continuous ولكن بشكل اللي هو ايه هي الايفنتس المهمه اللي تخص الفاريبلز دي، يعني في بريشر قل عن حد معين، في بريشر زاد عن حد معين، في تمبريتشر زادت عن حد معين اللي هو بيمثل كارثه، بيمثل مشكله، صح؟ وممكن كلمه الحد دي يبقى فيه مستويات مختلفه، يعني في مستوى يسموه الارم وفي مستوى از ثريشولد، يعني يبقى فيه ديزاستر، والديزاستر نفسها مقسمه لنوعين، ممكن تبقى يعني حاجة خطيرة بالنسبة لعملية الإنتاج ولكنها مش مؤذية as a damage أو as explosion أو كده. ففي مرحلة يمكن التشاور فيها مع الأوبريتور عشان هو ياخد decision، وممكن يبقى فيه automatic shutdown يا إما partially يا إما fully، تمام كده؟ فالمستوى الإشرافي هنا بينظر إلى the continuous control system as if it is a discrete event. هل واضحة الفكرة دي؟ يعني supervisory control level لي نظرة لل continuous control system سواء كان analog أو discrete time، بينظر إليه كما لو كان discrete event system، صح؟ فهو بياخد on-off actions و events أو on-off measurements يعني، تمام كده؟ فالسوبرفايزر كنترول ده فيه مصطلح شهير اسمه سكادا. كم واحد يسمع عن سكادا يا جماعه؟ هل في حد معانا في الجروب بيسمع عن سكادا؟ انا يا دكتور. سكادا تسمع عنها؟ اه الاختصار لايه سكادا دي؟ لا مش عارف بس انا مكتوب جنبها. فسكادا هنا هيكون معناه السوبرفايزر كنترول لاير اللي انا لسه بتكلم عنها اند داتا اكوزيشن سيستم. فالداتا اكوزيشن سيستم نقصد بيها مونيتورنج سيستم. يبقى اذا في السكادا دي هنلاقي ايه بقى؟ احنا
في النظم الصناعية نلاقي فيه حاجة اسمها control room تكون مكيفة وقاعد فيها الأوبريتورز اللي هم بيراقبوا النظام أثناء التشغيل، وبيبقى فيه الفيلد اللي هو بيبقى فيه الفيزيكال كومبوننتس والفيزيكال إيه سيستم يعني. فالكنترول روم هنا هيكون فيها الكمبيوترز اللي هي بتكون مصدر إشارات التحكم، وكمان بيكون فيها السوبرفايزر كنترول سيستم اللي هو بيكون ممثل في شاشات قد تكون كبيرة جدا حوالين الأوبريتورز، والشاشة دي ممكن يبقى فيها رسمة زي دي مثلا. الرسمة دي اللي هي بتمثل the whole overall يعني physical control system صح؟ ففي على أرض الواقع في تانك، في الرسمة هنا في تانك، في تانك هنا في تانك، في تانك هنا في هيتر، في رسمة الهيتر، في ستيرر تمام، في رسمة الفالف، في رسمة الموتور، في بايبس تيوبس الموصلة and so on. فأي حاجة موجودة على أرض الواقع كقياسات بيتم توقيعها هنا. يعني مثلا التانك ده لو مستوى السائل فيه للنص فبيبان هنا النص واللون هنا أزرق، متخيلين معايا؟ لو التانك ده مستوى السائل فيه مثلا 3/4 فيبقى فيه هنا رسمة بتمثل ان فيه 3/4 السائل موجودين. لو لونه مثلا لو قصد التمبرتشر بتاعته عالية شوية يبقى بيكون مائل للإحمرار، لو زادت شوية تمبرتشر بتحمر أكتر. الفالف بيكون ليه رسمة تدل ان هو open وليه رسمة اخرى تدل ان هو closed، لو هو عشان اذا بيرفلكت كل الميجرمنتس على الرسمة دي. وبيكون هنا في الجنب upon يعني the demand of the operator plotting لكل physical variable مع time. يبقى اذا ده معناه ان في monitoring لكل physical variables. بيتيح السكادا للoperator ان هو يجي بالماوس عند اي حاجه يحول الحاله بتاعتها. اذا الاكشنز بتاعت السكادا مع الاوبريتور بتكون اون اوف اكشنز. ممكن يبقى فيه فالف مثلا يفتحه بدل الفالف ده اللي هو بيسموه باي باس فالف اند سو اون. اذا الرسمه دي بالنسبه للسكادا بيسموها ايه بقى؟ بيسموها ميميك دايجرام، واحيانا نسموها بي اند اي دي دايجرام. بي اند اي دي اختصار بايبنج اند انسترومنتيشن دايجرام تمام. طيب عندنا نوع اخر من الكنترول كتصنيفه اخرى يعني، وهو الديستريبيوتد كنترول سيستم. يعني ايه دي سي اس؟ ده مش صالح شهير في عالم التحكم برضو. ديستريبيوتد كنترول سيستم، حد برضو عنده فكره؟ مين اللي عنده فكره؟ دكتور ايوه معلش عايز احرك، لو هنكمل لستة ونص ممكن ناخد بريك نصلي المغرب؟ طب احنا فاضل لنا تلت ساعة ونقفل بقى، يعني اصبر معايا ربع ساعة وبعد كده صلي بحث ماشي؟ عشان لو خدنا بريك هناخد التلت ساعة كلها في البريك. معلش طيب تمام. فقول لي بقى، انت تسمع عن distributed control system؟ لا. احنا عندنا هنا لما نتكلم على نظام تحكم يكون في مثلا ميت كنترول دكتور. ايوه هو ديستربت دي يعني ان انا الكنترول مش هيبقى متركز في حته واحده، متركز في كذا حته يعني. اكيد. اكيد. انت اسمك ايه بقى؟ محمد بهاء. محمد بهاء، ماشي اوكي يا محمد. ده معناه زي ما الاسم بيقول او بيدل، احنا عندنا مثلا ميت كنترول دي فاريبلز، يعني في عندنا فاريبلز كتير بنتحكم فيها تمام. وطبعا دي واخده مساحه كبيره يعني مش مركزين كلهم جنب بعض، فمش معقول انا هستخدم كمبيوتر واحد تمام في حته يتحكم لي في كل الفاريبلز دي. فيتم تقسيم العمل على مجموعه كمبيوترز بقى. يبقى في عندي كمبيوتر مخصص للدايركت كنترول لمثلا 4-5 variables. يبقى في عندنا مجموعة كمبيوترز إذن مخصصة للدايركت كنترول، ويبقى في عندنا مجموعة كمبيوترز أقل بكتير مخصصة للسوبرفايزر كنترول، ويبقى في مثلا كمبيوتر واحد فوق at the manager management level بتتعامل مع المستوى الإدارة. هو ده مفهوم distributed control system. طيب ايه بقى موضوع الكورس بتاعنا ده؟ احنا دخلنا كده في حته يعني او في مناطق
بتتناول كل تطبيقات التحكم الآلي. فعلشان أنا أكون كنترول إنجينير وفاهم في كل الدنيا دي محتاج إيه؟ العديد من الكورسات. أنتوا بقى بتاخدوا إنترودكتوري كورس عشان زي ما اتفقنا يعمل مساحة مشتركة بينك وبين الكنترول إنجينير في مجال الصناعة يعني. عشان كده بنلمت أورسيلفز في هذا الكورس في النوعية الأولى دي إن إحنا نستخدم أنالوج كنترول سيستمز. هتقول لي إيه ده؟ طب ما كل الناس بتستخدم الكمبيوتر دلوقتي صح؟ أقول لك أصل دي بتبقى عايزة كورس آخر اسمه ديجيتال كنترول سيستمز. يعني في حاسبات مثلا عندنا الاثنين دول موزعين على الترمين، كورس اسمه كنترول سيستمز 1 وكنترول سيستمز 2. عشان أدرس ده لازم أمر بده. إحنا بنكتفي بإيه بالنسبة للإنترودكتوري كورس ده؟ بالكونتينيوس كنترول، وبناخد فكرة آخر الكورس عن إيه اللي أنا بعمله هنا. بس إحنا الأساس هو فهم ده علشان ننتقل إلى ديجيتال كنترول سيستمز. طيب كمان بنليمت أورسيلفز في الكورس بتاعنا إن العلاقات كلها تكون لينير، لأن مثلا أنا هقول لك على حاجة تعال نكتبها مع بعض. أنا مثلا عندي static modeling إحنا فهمناه صح ولا لأ؟ الحقيقة بداية المرة الجاية هنتكلم how to find the static model. يعني هنا احنا اتكلمنا عن transducer، وده انا اللي بجهز الالكتريك سيركتس وعارف العلاقات بتاعته، دي بسيطة. لكن انا عندي مثلا valve او عندي component عايز اجيب الstatic model بتاعه، ايه الاجراء؟ طب انا عايز اجيب بقى dynamic model، ايه الاجراء برضو؟ دي اول ما هنتقابل المرة الجاية ان شاء الله هندخل فيها مباشرة عشان ما ناخدش وقت فيها. لكن لو احنا عملنا استباق للأحداث، لو انا عندي مثلا يعني كومبوننت كده، اي كومبوننت داخل لها input مثلا U وخارج منها output X، زي ما احنا قلنا الانبوت قد يكون physical signal او قد يكون electrical signal، والoutput قد يكون physical signal او قد يكون electrical signal. انا عموما عندي two variables input 1 and an output 1. طيب احنا بنمثل الكومبوننت دي بايه؟ ببلوك داخل لها u as an input و x as an output. احنا عايزين نجيب static relationship هنشوف المره الجايه. طب عايزين نجيب dynamic relationship برضو هنشوف المره الجايه. بس احنا قلنا dynamic relationship معناها differential equation صح ولا لا؟ فانا اتصور ان انا قدرت اجيب الدايناميك موديل وطلع بالشكل ده، اللي هو x double dot مثلا زائد 2 x dot زائد 4 x تساوي 5 u. يبقى ده differential equation model يربط ما بين x as an output u as an input. الديناميك موديل ده يكون linear ولا non-linear؟ حد يجاوب لو سمح. non-linear مثال. ليه قلت non-linear؟ طالما ما فيش تربيع ولا جذر ولا variables مضروبة في بعض ولا مقسومة على بعض، ودي كلها مظاهر non-linearities يعني. فلكن دي linear differential equation، يعني دي نسميها linear differential equation LDE. تمام؟ طيب ال linear differential equation هنا بيبقى فيه هناك ما يسمى coefficients، يعني هنا واحد وهنا اتنين وهنا كام؟ أربعة وهنا خمسة صح؟ ال coefficients دي are constants. فالسيستم ده نسميه linear time invariant system. يبقى اذا LTI كمصطلح اختصارا اكتب عندك linear time invariant system. فlinear معناها ان هنا كل ال variables وتفاضلاتها ما يبقاش فيها تربيع ولا جذر ولا أس حاجة ولا مقسومين على بعض ولا مطلوبين الكلام ده كله، اللي هي مظاهر non-linearities. linear كمان هيكون معناها لو حطينا اي تفاضلات هنحصل على الستاتيك موديل صح؟ اللي هو 4x بتساوي 5 u، بمعنى x بتساوي ايه؟ 5 على 4 u. لو جينا نرسم العلاقه دي هنلاقيها برضو ستريت لاين، بمعنى linear صح ولا لا؟ طيب ما معنى time invariant؟ هيكون معناها coefficients in the differential equation are constants. تمام؟ يعني احنا مثلا لو مثلا قدرنا نحصل على موديل وطلع بالشكل ده 3x دبل دوت زائد، طبعا دي second order differential equation يعني، زائد 2t x دوت زائد 5x تساوي 6u.
هنا السيستم ده يطلق عليه ايه كدايناميك موديل بقى يعني يطلق عليه ايه linear time variant برافو عليك انت اسمك ايه بقى محمد محمود رفعت كم ايه مين محمد محمود رفعت احمد محمود محمد رفعت. محمود رفعت محمد محمود رفعت سوري محمد محمود رفعت ماشي اوكي محمد ففعلا زي ما زميلكم قال نسمي دوت linear time variant system بمعنى ان الكوفيشنتس هنا variant او function in time اللي هي 2 t طيب لو احنا عندنا حاجه بالشكل ده مثلا 3 x double dot زائد 2 x dot x زائد 3 جذر x بتساوي 2 u سكوير فده يبقى عباره عن ايه بقى السيستم ده كتوصيف حد يقول لي نون لينير تايم فاريانت ولا تايم انفاريانت انفاريانت برافو عليك مين اللي بتكلم انا اليزا برضه ايه اليزا برضو ماشي اليزا طيب يبقى اذا لو احنا بقى عندنا حاجه بالشكل ده زائد 2 مثلا اكس دوت زائد 4 اكس سكوير لا سوري زائد بيساوي بقى بيساوي مثلا 2 جذر يو طيب ده ايه بقى نون لينير تايم ايه نون لينير تايم ايه invariant برضو برافو عليك صح كده مين اللي قال invariant برضو انا كريم كريم علاء صح طيب لكن لو هنا 2 تي بقى مثلا او جذر تي او اي function of time فهتبقى non linear time ايه time invariant فاحنا في الكورس بتاعنا احنا ايه بنتناول هذه الكاتيجوري فقط اللي هو linear time I'm sorry اللي هي الاولانية معلش يبقى بنتناول ايه الكاتيجوري دي اللي هي linear time invariant وبنتناول كمان for simplicity single input single output control systems بمعنى ان احنا بنتحكم في ايه في only one variable تمام كده طيب احنا الحقيقة فاضل لنا بقى ان احنا نتعرف على بعض المكونات اللي احنا هنتناولها عشان نبني من خلالها ومع المصطلحات اللي احنا فهمناها الكنترول سيستم ونعرف اهدافه وكل حاجة فاحنا كده مرة بعد مرة بيبقى فيه accumulation of terms أو مصطلحات وبيبقى فيه accumulation of experience وعشان انت برضو تبقى عارف حدودك ايه في الكورس يعني لو احنا مثلا عندنا في الصناعة في production line وفي مثلا في الصناعات الغذائية مثلا الأمثلة دي اللي هي يبقى فيه زجاجات ماشية بتشوفوا انتوا المناظر دي صح؟ وسيور وسيكونس بيتنفذ هل التحكم في حاجه زي كده اصعب ولا التحكم في تمبريتشر وديسبيسمنت بشكل كونتينوس حد يقول لي تمبريتشر وديسبيسمنت هنا التمبريتشر والديسبيسمنت والفلو ريت والكلام ده بشكل كونتينوس كنترول اصعب من تنفيذ السيكونس لان تنفيذ السيكونس زي ما احنا اتفقنا هيكون عن طريق يعني حتى ممكن لو الستيتس كتيرة هنتصرف عن طريق اللي انتوا عارفينه ستيت دياجرام او حتى ترو ستيبل لو الدنيا كومباينيشن وهنبقى ناخد فكره برضو اثناء المحاضرات لو انا عندي اون اوف اكشن ازاي اوقعه ولو انا عندي ايفنت ازاي استقبله بس دي ايه حاجه يبقى خارج الكورس بس هتبقى برضو ايه مفيده ومهمه تمام انا بكتفي النهارده بكده علشان لو بدأنا في حاجة هتبقى محتاجة وقت إن إحنا نبقى فاهمينها بس إحنا نبدأ بقى نشوف how to find the static model how to find the dynamic model along with إن إحنا نتعرف على بعض components بالإضافة إلى الدخول بقى في حتة طيب أنا هعمل ال continuous control إزاي ل physical variable I hope إن لو في حد عنده سؤال ولا حاجة يتفضل يا جماعة لو في سؤال ولا حاجة اتفضل أنا بقدر الحقيقة أعمل داونلود للليست أوف أتنديس زي ما أنتوا شايفين لو شايفين اللي هي داونلود أتندنس ليست أنا عملت لها داونلود أهو طب دكتور أيوه هو فتحي سيد كان معانا والنت فصل عنده من خمس دقايق كده هو بعت لي كلمني قال لي النت فصل عنده
ما هي خلي بالك لو مرة أو مرتين along the term مش تفرق يعني، أنت فاهمني؟ يعني ما فيش مشكلة. بس أنا هنا بقدر أشوف الحقيقة من خلال الليست دي، اللي هو حكاية إن حد يعمل leaving وحد وبعد كده يدخل ويخرج ويدخل، بعد كده برضو هيبقى عندنا pointing على حد معين عنده اسمه وينتراكت معنا، كل ده علشان خاطر نعيش أجواء يا جماعة إن إحنا يعني في ميتنج مع بعض. أتمنى يعني الأسلوب أو الطريقة اللي إحنا اشتغلنا بيها تكون واصلة للناس، ولو في أي كومنت ويلكم طبعا. طيب هل في أي كومنت؟ في أي سؤال؟ دكتور هو أنا دلوقتي هو خرجني من الميتنج ودخلت على طول، هو ده برضه هيبان المفروض. لا يعني الدنيا يعني بتتبص بشكل افريج يعني، خلاص بس تمام. هو في نص الميتنج كده خرجني ودخلت على طول يعني. يعني كل الهدف يا جماعه من ان انا شخصيا شايف لو الفيديو دوت هيكون متاح ليك بشوفه بشكل اوف لاين هيبقى ممل، وهيبقى بصراحه تقعد تجري وبعد كده بتفقد الانترست، لكن لما انت بتحضر السيشن وبتبقى انتراكتنج ده شيء بيكون كأنك قاعد معايا وبيكون الأفكار بتوصل لك يعني، لأن احنا برضو عايزين نخرج من الترم. يعني أنا في رأيي إنه يكون أفضل من فيس تو فيس، يعني الأونلاين ميتينج دي تكون بشكل إن الحاجات بتوصل لك بشكل أفضل كما لو كنا فيس تو فيس فعلا. حتى برضو الكتابة على الوايت بورد دي كانت يعني very يعني interesting إن هي كانت توصل لك كما لو كنا إيه قاعدين face to face في القاعة يعني. طيب يا جماعة نتقابل على خير المرة الجاية إن شاء الله. طيب يا جماعة ألف شكر ومع السلامة. مع السلامة. مع السلامة ألف شكر.